اليوم جولتنا بالباسكلات، تعالوا ان شاء الله حرام لازم ننتبه. ماك احد عبر. الاجواء كلش حلوه، حاره هنا. طبعا الباسكل يمشي وحده خفيف. شوف جمال المكان. تسوقون وياي هسه انتم مو صحيح؟ ها؟ خلينا نتغدى يلا. الجو مو طبيعي، تعالوا طبقوا على البحر. تعالوا وياي. شو رايك بهذا المطعم؟ تعال. اليوم تجربتنا لهذا المطعم ما ادري شو اسمه، تعال. وصل طلبنا، نزلنا همبرجر دبل مكونه من لحم ودجاج وهذا الستيك اللحم. نزلنا فنجر. يعني واحد داير يريد ياكلها شو ياكلها هسه؟ اللفة راحة صارت فعل ماضي وجينا على الفنجر. اللفة كلش طيبة، شنو رأيك باللفة أحمد؟ والله تخبر كلش طيبة. كل هاي الهوسة تقريبا صارن 20 21 ألف تقريبا بهالحدود.